والتفاؤل. زي ما قلت لكم قبل كده واتفقت معاكم اني هبتدي اعرفكم على حاجات كتيرة جدا جوه كندا، وكانت اهم حاجة احب دايما اني الفت النظر ليها هي الفعاليات واللي بتتم من خلال التجمعات اللي بيعملوها النشطاء داخل، بلاش نشطاء الناس النشيطة اللي بتعمل فعاليات داخل كندا. ومن اهم الفعاليات دي هي البازارات العربية. البازارات دي يعني ايه؟ يعني بدل ما حضرتك بتقعد تفكر وتدور وتقول انا اشتري منين الحاجة الفلانية، الناس دي بتشيل على عاتقها وعلى اكتافها الفكرة دي، وبتبتدي تجمع مجموعة من الناس اللي هم العارضين المميزين واللي بيقدموا خدمات او منتجات بيبيعوها تحت سقف واحد. حضرتك بتيجي بهذا المكان وتشوف هذه المنتجات وتقوم بشرائها، وكمان تتفقد البضائع والخدمات اللي بتقدم تحت هذا السقف. لذلك فكرت اني اعرفكم النهاردة على احد البازارات واللي كان في هاملتون اونتاريو، مدينة هاملتون اونتاريو، واللي كان معمول في العيد او بمناسبة العيد. هو العيد لسه ما جاش بس كان معمول بمناسبة العيد، عيد الاضحى المبارك. ايه رأيكم ناخد جولة ونشوف الناس دي كانت بتعمل ايه وبتقدم ايه؟ يلا بينا. صباح الخير، ازيك دكتورة سماح؟ صباح النور. اهلا وسهلا. صباح الفل. اهلا وسهلا. نشارك النهاردة في البازار في هاملتون. تمام. اول تجربه ليكي؟ تمام، اول تجربه ليا وتجربه جميله الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. ممكن تعرفيني بحضرتك وبالخدمات اللي بتقدميها؟ انا طبيبه جلديه وتجميل، اخصائي جلديه وتجميل، خريجه جامعه القاهره كليه الطب القصر العيني، موجوده في كندا وموجوده في ميسيساجا، والاونر دلوقتي بتاعت سما سبا في ميسيساجا. بنقدم خدمات كتيره، حبينا نتكلم عن الخدمات. بنقدم ليزر ريموفال، عمليه ازاله الشعر بالليزر، بنقدم البلازما البي ار بي، بنقدم الميزوثيرابي، جلسات الميزوثيرابي، بنقدم جلسات التنظيف للبشره، بنقدم البوتوكس، الفيلر، كل ما يخص الجلديه والتجميل. وطبعا كل حاجه بتتم تحت اشراف طبي، وفي كونسلتيشن قبل اي حاجه بتعمليها، وتشرفونا ان شاء الله باذن الله. دكتوره ممكن العنوان في كارت او حاجه احط في كارت؟ ده العنوان يا جماعه، ورقم التليفون والايميل كمان لسما سبا عشان تقدروا تتواصلوا مباشره مع دكتوره سماح من خلال رقم التليفون او الايميل. دكتوره تحبي في اي عروض مقدماها النهارده في البازار تحبي تشيرت مع الناس اللي هيشوفوا الفيديو؟ في عروض في البازار. اولا احنا عاملين زي مسابقه، هنعمل سحب ان شاء الله على 3 فائزات ان شاء الله. السحب هيكون على الساعه 7 او 7 ونص مساء النهارده. أوكي. اول فائزه معانا هتفوز بجلسه ليزر هير ريموفال، جلسه ليزر ازاله الشعر المجانيه للاماكن الحساسه، البكيني والاندر ار. الفائزه الثانيه ان شاء الله هتفوز بجلسه ميزوثيرابي بالديرما بين، والفائزه الثالثه باذن الله هتفوز بجلسه تنظيف عميق عن طريق جهاز المايكروديرما ابلكيشن. طب دكتوره احيانا الناس بتبقى محرجه شويه ان هي تسال اسئله، فهل ممكن يتواصلوا معاكي مثلا من مسج او حاجه؟ ممكن تكست او ممكن على الفيسبوك، على صفحتي على الفيسبوك. ممكن اهلا وسهلا تامرهم في اي سؤال يخص الجلديه والتجميل. ميرسي خالص ليك يا دكتور. شكرا يا دينا. شكرا ليكي. شكرا. ثانك يو يا دينا. ثانك يو. شكرا. صباح الخير. صباح النور. ازيك؟ اهلا. عامله ايه؟ كويسه. ممكن تعرفينا بنفسك النهارده وايه البرودكت اللي بتقدميه من خلال البازار في هاملتون؟ انا اسمي ميدا، انا صار لي سنه بكندا، جيت من الاردن. نحن بالاردن كثير مشهورين بالبور، بيطلع تمر، وهذا التمر انا بجيبه من الاردن وبعمل، عم جرب اعمله مع شوكليت بنكهات كثيره، يعني بعمله مع كراميل، مع شوكولا بيضاء او شوكولا سودا، وبعمل كثير انواع، وبعمل كمان شغلات بدون سكر والزيت والتمر لانه كثير صحي والناس بتحب تاكله، بقى عم جرب اعمل هذا الشيء. طب ايه رايك ناخذ جوله كده وتشرحي لنا كل حاجه؟ يلا. اوكي، خلينا تقولي لي بقى كده مثلا ايه نوعيه التمر ده؟ هدول صحون شغل فلسطين،
خليلي الصحن جايبته من الأردن وبحط فيهم تشكيلة أنواع كلها اللي بعملها فستق بجوز بلوز بشوكولا سودا شوكولا بيضة مثل ما شايفة وهدول الأكياس هدول الأكياس اللي هن بسميهم healthy bites اللي هن bites بس بدون سكر حط فيهم فستق حلبي أو حط فيهم جوز أو لوز مع برتقان عدة نكهات الله عليك ودول بقى هدول علب صغيرة عملتهم هلأ مشان العيد ودعاية صغيرة إلي العلبة $5 وهيك بيكون مشان العيد يعني موديل جديد جميل وبالنسبة لهدول هدول علب فيهم تشكيلة أكبر شوي بعمل بكل الأسعار يعني هدول ب10 وهدول ب15 مشان يصير في تشكيلة بكل الأسعار وهدول صحون أكبر خرج هدايا جميلة كل حاجة بجنن أنا هفوز الباك عم تحطه دلوقتي Thank you. دي نمرة تليفون ميدا وكمان الإيميل بتاعها للي إن شاء الله يحب يتواصل معاها يقدر من خلال الإيميل أو من خلال التليفون مرسي جدا أهلا Thank you دينا تشرفنا Good morning, my friend. How are you today? I'm good. How are you? I'm good. Would you introduce yourself to us today? Sure. Like, my name is Aisha, and I just do these decorative candles. And these are perfect for every type of occasions. Like, I can do it for the weddings, for the baby showers, like any particular like event you are looking for, like the birthdays as well. You can customize with the message or with the name. Awesome. Or I can do the calligraphy as well. Yeah, like you can just do with the Allah, Muhammad, like whatever you're looking for, I can do it. So everything is done by you? I did everything by myself. Wow. Yeah. You're so talented, you know? Thank you so much. We appreciate that. So is it your first time to join the bazaar? This event is the first time, but I already did like one before. On 23rd of March, it was a great event too. Awesome. So I love coming to the events because it's a great opportunity to meet two different people and like showing your work Absolutely. And get appreciation. Yeah. Would you mind giving me your card so I can promote you and people can contact you easily? My contact info is yes. there. That's my card. So here is the card. I have a Facebook page as well as Insta. You can guys follow me on there awesome. And share my page. Welcome to social media then. Same here. Thank you so much. Thank you so much. Thanks so much. Take care. صباح الخير صباح النور ممكن تعرفينا على عليكي وتقولي لنا على نوعية المنتجات اللي بتقدميها النهارده ومشتركه بالبازار فيها سمر شاهين من انكاستر هاملتون بنعرض بارتي بنعمل لحفلات بارتي فيفرز شوكليت بنبيع عبايات بنبيع حجابات احنا بتاع كله يعني يا واد يا جامد طب ممكن ناخد فكره وتقولي لي ايه نوعيه المنتجات يعني مثلا هذا ل favors for let's say baby shower baby weddings graduation yes الشوكولاتة we customize it زي هاي مثلا ألف مبروك مثلا هون للبيبيز هذه مثلا للأطفال للبنت فيعني we customize it to fit the theme of the person candy sugar cookies also we do them for parties we do candy sweet bar the parties ودي الاكسسوارات هذه اكسسوارات بنعرضها عندنا الشغل الفلاحي الفلسطيني الله عليكي مخدات في عنا حجابات وفي عنا عبايات من السعودية ومن الصين ربنا يوفقك إن شاء الله وياريت أخذ كارتك علشان خاطر أرفعه Anytime, contact us, feel free الكارت أهو يا جماعة في رقم يا رب يكون باين قوي رقم التليفون والفيسبوك بيج Hello, Sahla. Welcome. Mofayin, Jamiyan, Inshallah. Good morning. How are you today? Good morning. Good. Would How you please you? Introduce yourself? Yeah. My name is Charanjit, and I'm working here in Mississauga, and I'm doing weekends on flea market 747. Awesome. Brampton, yeah. And I have lots of collection in jewelry, kurti, western wear, purse, everything I have, and in very reasonable price. So. Wow, lots of stuff, you know? Yeah, I have. That's I not have this kind of accessories. Yeah, it's really.
So you do have a shop inside flea market, you said, yeah, right? Yes. Brampton. Brampton, not yes. Not the Mississauga. No, no. It's oh, Brampton. It's Brampton. Yeah. Can I get your card so I can promote it with yeah, sure. With you? Sure. Absolutely. It is. And the address is written on the card. Awesome. Thank you so much thank for you. Today. Thank you so much. Wish you all the best. Thank you. Awesome. Thank you. Thank you. You too. Bye bye. صباح الخير صباح الفل ممكن تعرفيني بنفسك انا دانا عباس I'm an image consultant انا بلشي بزنس للسكارفز بحب اعمل تربنز وبعلم الناس كيف يعملوا بالسكارفز الحلوين هدول تربنز عندي على الفيسبوك بلاك بيرز كندا وعندي على الانستغرام ففولو مي وان شاء الله لقدام رح يكون عندي كمان شوبيفاي awesome. خلينا ناخد فكره كده على اي برودكت بتاعتك اللي مشاركه بيها في البازار في هاملتون النهارده حلوين قوي دول بجد حلوين هذا زي السكارف اللي انا حطيته بحب يعني انه يعني to teach people how to use the scarf in different way فبتقدر تحطيه على النك تقدر تلفيه تربن حتى هدول انا بعرف لفهم تربن يا حياتي ما شاء الله عليكي ربنا يوفقك ان شاء الله وانا هحط الكارت برضو علشان اللي يحب يتواصل معاكي مباشره ده رقم التليفون Yes. تمام وده الفيسبوك بيج انستغرام والايميل ان شاء الله لقدام اللي بيعمل لي لايك على البيج ان شاء الله راح يلاقي الشوبيفاي لقدام ان شاء الله يا حياتي بالتوفيق ليك يا رب نهارك طيب اسعد صباحك صباح الخير ازيك نور يسعد صباحك ممكن تعرفينا بنفسك انا روان عندي صفحه على انستغرام اسمها فود كلال بنعمل اكل بنعمل كل انواع الاكل وفي بعضه حلو كمان عنا ماكولاتنا فلسطينيه وشاميه بشكل عام بنعمل تبوله فطير سبانخ ورق عنب في حلويات بودينج المحاشي كشري المصري للحبايب انا قاعده هتاكلين البشاميل وهون في توزيعات للعيد اي شيء كمان بتحبوه على الطلب كمان احنا موجودين يا اهلا وسهلا انت مكانك فين روان مكانكم فين؟ احنا عنا صفحة على الانستغرام وساكنين في هاملتون حلو طيب ممكن اخد الكارت بتاعك اعمله برضو اتاكشن مع الفيديو علشان خاطر اللي عايز يتواصل معاكي مباشرة او يتصل بيكي اوكي اوكي ممكن تقولي لنا الصفحة على الانستغرام اسمها ايه؟ انا صفحتي اسمها فود كلر بس في عنا اوكي في عنا صفحة تانية كمان اسمها كيتشن اكسبريس اوكي في عنا صفحتين فود كلر وكيتشن اكسبريس خلاص اوكي اهلا وسهلا فيكم يا اهلا وسهلا فيكي النهارده اهلا فيكم الله يسعدك اهلا فيكم طمنوني في ناس صباح الخيرات يا ازي حضرتك عامل ايه الحمد لله صباح الخير صباح الفل مشاركين النهارده في البازار ممكن تعرفوني على المنتجات اللي مشاركين بيها النهارده حبيبتي احنا بنعمل ميدل ايسترن فود بنعمل الكبده الله الله المعجنات المحبلات اليالنجي الحمص وجديدنا هلا قبل العيد طبعا الكعك الفلسطيني كثير كثير الف خير الله يسعدك يا رب سماح قولي لي انت اول مره تشاركي في البازار هنا في هاملتون ولا شاركتي قبل كده والله ثاني مره اول مره شاركت في مساجا والحمد لله كان ناجح كثير ولا اقبال الناس كلها حبت الاكل الحمد لله رب العالمين وهلا المره الثانيه ان شاء الله بهاملتون وان شاء الله بازارات قادمه ان شاء الله عندي باكتوبر بازار كمان اوريدي اي بوكت وعندي بازار سبتمبر اند اكتوبر تمام Yeah. سمح قولي لي انت فين مكانك علشان اللي حبي يتواصل معاكي او يتصل بيكي انا هاخد الكارت طبعا yeah. وهحط رقم التليفون بس قولي لي انت فين المكان احنا اور كيتشن ان اوكفيل انا هصور ادي رقم التليفون اوكي وادي الادرس وال الفيسبوك بيج اوكي on the business card. تمام. فأنتي عندك delivery بتوصلي؟ Yeah, we do delivery. بنعمل pick up too.
تمام بس وي ار باي نعمل باي كولينج باي هاف اوردر بيفور يعني بليز جيف مي 2 دايز اعطيني يوم او يومين تجهز الاوردر تمام ممتاز ربنا يكرمك النهارده ويبقى يوم حلو عليكي وان شاء الله باذن الله تخلصوا الاكل كله النهارده ان شاء الله تسلمي كلك تخلصي الحاجه مرحبا اتفضل صباح الخير اهلا بيك يا دين منور ربنا يخليكي ده حضرتك منوره مشتركه معانا في المزار النهارده بوليمر كلي اكسسوارز هاند ميد كلهم بعملهم انا بايدي كل الحاجات دي بتعمليها بايدك بوليمر كلي ده زي البلاستوسين او الصلصال بس نوع بيخش الفرن وبيجي بلوكس بتبقى سوليد كولرز يعني ما بيبقاش كده ميكس وانا بميكس الكولرز وبعمل الديزاين بدخله الفرن وبطلعه وبكمل بقى الاكسسوارز السلسله الانسيال البيتس معاها طب واسم اسم شركه بقى حضرتك هي لسه بوليمر كلي اكسسوارز بس ايمان ايمان حبوب والمكان في بيتي لا قصدي هاملتون او لا انا في ميسيساغا في ميسيساغا طيب انا عايزه كارد حضرتك عشان اعرفكم برضو بالفيديو بتاع النهارده انا هفرج الناس على المنتجات عشان ياخدوا فكره ده رقم التليفون يا جماعه ايوه التليفون والايميل علشان اللي عايز يتواصل مع مدام ايمان مباشره ونوبي نوبي اورينتال ارت فيفا ايجيبت صباح النور اسم حضرتك ايه هبه هبه ام علي اهلا بيكي يا هبه ام علي اهلا بيكي حبيبتي مشتركه معانا النهارده في البازار في ايه نوعيه المنتجات اللي مقدميها النهارده اكلات مصريه كحك ومنين مكرونه بشاميل بيتزا بسبوسه جلاش من بالمكسرات فكرتيني بالذي مضى قولي لي انت اول مره تشتركي في البازار في هاملتون اول مره خالص اي بازار اول مره في حياتي طب وحاسه ايه بالتجربه ما نمتش من امبارح ربنا يكرمك ان شاء الله النهارده باذن الله ويبقى موفق باذن الله دعواتكم معانا ربنا يخليكي لو الناس عايزه تتواصل معاكي تتواصل معايا ازاي دي صفحه الفيسبوك اسمه فوديش كلاب ده صفحه الفيسبوك بيج بتاعت هبه ومكانك فين يا هبه لو الناس في ميلتون اونتاريو ميرسي خالص تسلمي ربنا يوفقك ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا جماعه معانا مدام يمنى بدرون منظمه البازار اللي النهارده احنا فيه هاملتون ازيك مدام يمنى اهلا وسهلا يا دينا نورتونا حبيبتي ميرسي ليكي خالص بجد مجهود جامد جدا واختلاف فظيع للعارضين منتجات متنوعه الفكره جات لك ازاي الحمد لله هو هنا في هاملتون عامه مفيش تنوع في البازارات ككوميونتي العرب او ككوميونتي الكنديين يعني انا كفندور بنزل مسيساغا والجي تي اي عشان احضر بازارات وعشان احضر فعاليات اكتر فالفكره ان هنا احنا وي لاك اوف ايفنت فقلت يلا نعمل حاجه اخد الانيشيتيف وان انا اعمل حاجه والحمد لله عملت واحد قبل رمضان يومين وكان في كوميونيتي سنتر وكان حاجه صغيره وما كنتش متوقعه ان هو يبقى فيه اقبال من فندرز ومش متوقعه اقبال من الناس اللي جت كمان كنت نجح الحمد لله والناس باعت وكان في نسبه مبيعات عاليه كاول حاجه عملناها فقررنا ان شاء الله ان هو بمناسبه ان هو عيد الاضحى وموسم ان احنا نعمل واحد كمان ونعمل رواج للسوق في هاملتون ان شاء الله ويكون مش اول واخر حاجه ويكون في ايفنتات تانية متنوعه غير البازارات ان شاء الله انتظرونا خلال السنه دي على مدار السنه ان شاء الله هيكون في ايفنتات تانية باذن الله ممكن تكون في كرنفالات او فيستيفالز وحفلات ستات سيدات ان شاء الله ويا رب انا اهم حاجه عندي مش التعب اهم حاجه عندي ان الناس تيجي وتنبسط يبقى يوم الكوميونتي كلها زي ما انت شايفه عندي ناس مختلف البلاد من الهند ومن الباكستان وعرب على جميع انواع الدول المعروضات انا صممت انها تكون مختلفه وانا بنقي الفندرز اتصل بيا فندرز كتير جدا بس القاعة ما بتسعش اكتر من 34 العدد ما حبيتش ان انا اعملها كراودد قوي عشان الناس كلها تاخد مساحتها وتقدر تعرض حاجتها وتبان للناس عندنا سيرفيس اوتسايد اوف ذا هوم
ريل استيت. طبعا معنا دينا الغندور منورانا دكتورة سماح درماتولوجيست وكوزماتولوجيست سما سبا. معنا دكتور أسيل our sponsor for the event. She have dental clinic here in Stony Creek, Centennial Dental. حج عمره financial service, hair transplant. So different variety of vendors. We have face painting, henna. As you can see, we have inshallah program from 3 to 5. We having our Sheikh Hossam coming to have a lecture here for 3-5 minutes. And followed with Dr. Samah for about skincare and dermatologist and lifestyle for women. Questions for about 15 minutes. We have Dodgy Osmani as well, 15 minutes for hair transplant. Any questions about hair loss and all hair problems for men and women? We have a hope, inshallah, to come and see our vendors. We have about 4 or 5 vendors with food, traditional sweet and baked goods, different kitchen, Syrian, Palestinian, Egyptian, Afghani, and we have some favorite flavors as well, Mayada love date, date dippings and chocolate dippings. So we have a variety in the bazaar. And I would like everybody to come in. Thank you so much. And enjoy the day with us. We're here until 8:30. مرسي خالص جدا وبجد مجهوداتك لخلق فعاليات للجالية العربية. فعلا ان شاء الله ربنا يكللها دايما بالنجاح يا رب. امين. شكرا. مرسي خالص. انا فرصة سعيد. شكرا.